يعني في جماعة هنبتدي مراحل دورة حياة الأزمة. التسجيل كان فيه مشكلة، فبقول عشان الزملاء اللي ما كانوش حاضرين معانا إن الأزمة زي أي كائن حي بيمر بمراحل، من لحظة الميلاد ودخوله إلى الحياة إلى أن يفارق الحياة. الأزمة زي بالظبط فيها مراحل من بدايتها حتى تختفي، ونرجع نسترشد باللي احنا قلناه قبل كده ما بين المفاهيم المصطلحات اللي بيحدث خلط بينها وبين الأزمة. قلنا إن الصراع بيستمر عكس الأزمة، يعني الأزمة بتنتهي، هيجي لها وقت وتنتهي. طيب أول مراحل لتكوين أي أزمة هي ميلاد الأزمة، وبنقول مرحلة الميلاد ده الاحتكاك اللي بيمثل الشعور بالقلق من شيء مجهول يروح في الأفق. بطريقة أكثر نرجع كده نفتكر تعرفنا للأزمة. لما قلنا إن الأزمة بتحدث نتيجة لتراكم مجموعة من التأثيرات الجانبية اللي بتحدث خلل مفاجئ وبتهدد بقاء النظام، يعني بتحدث خلل مفاجئ في أحد مقاومات النظام مما يهدد بقائه. ميلاد الأزمة لما حبينا نشير بمثال، قلنا إن لو عندنا غرفة متكونة من 4 أعمدة هناخد عمود واحد منهم، لو ابتدى شرخ صغير فيه هو ده البداية، هو ده الاحتكاك اللي هو التأثير الجانبي اللي ممكن يكون أثاره سلبية. الشرخ اللي في البداية ده لو أنا خدت بالي منه هقدر إن أنا أعالج الموضوع في بدايته، أمنع إن يبقى فيه أزمة، يعني مفيش حاجة هتأثر على العمود، مفيش حاجة هتأثر على الغرفة. هنا المقصود بيها مفيش حاجة هتأثر على أحد دعائم النظام، فبالتالي مفيش حاجة تهدد بقائه. ده في حالة إن أنا أخدت بالي. عشان كده بنقول إن ميلاد الأزمة من أهم مراحل دورة حياة الأزمة، لأن قدرتي على اكتشافها والاهتمام بإشارات الإنذار اللي توضح لي إن في أزمة هتروح في الأفق وابتدي أتعامل معاها، ده ممكن يمنع حدوث الأزمة أو يقلل الآثار السلبية. طب في حالة إن أنا ما اكتشفتش ذلك هيبتدي الموضوع ينشرح، هيبتدي يزيد، اللي هو هينمو، هيكبر. هو ده المرحلة الثانية وهي مرحلة نمو الأزمة. بيبتدي الاحتكاك ده بيبتدي يستمر، الشرخ ده بيفضل موجود ويبتدي يتراكم، وبالتالي الآثار السلبية بتبتدي تتراكم. لحد هنا لو كان عندي فرصة إن أنا أكتشف الأزمة وهي لسه بتنمو، إمكانيتي في معالجة الآثار السلبية ممكن نقول بنسبة كبيرة تؤدي إلى نجاح التغلب عليها. طب إيه اللي هيحصل؟ هتبتدي لو أنا ما اكتشفتش هتبتدي الأزمة تنضج، اللي هو نضج الأزمة. أنا معرفتش أتعامل مع الأزمة في نفسها ولا في مرحلة نموها، فحوصل لمرحلة النضج. هنا بقى التصادم. على فكرة في ناس في حياتها أو منظمات نتيجة تجاهلها للميلاد والنمو إن هي ما أدركتش كل إشارات الإنذار اللي في البداية، وما خدتش بالها من كل التأثيرات أحيانا اللي هي الصدمة بقى بتحدث إمتى؟ الصدمة المفاجأة لما أنا ما واجهتهاش في الميلاد والنمو، هصطدم بيها وهي بتنضج، وهي طبعا بتبقى الآثار السلبية بتاعتها ممكن تكون أكبر بكتير، وده اللي ممكن يأثر على النظام نفسه. طيب مع نضج الأزمة يعني قدرتي على معالجتها ممكن هنا لما أفرق من حدوث آثار سلبية، هل النظام هيفضل موجود أو مش هيبقى موجود؟ هنا بقى على حسب تمكن الأزمة منه. طيب بعد التصادم ده خلاص بقى، يعني أعلى نقول إيه الذروة بتاعة الأزمة في مرحلة نضجها اللي هو لحظة التصادم. طيب إيه اللي هيحصل بعد كده؟ هتبتدي الأزمة تنحسر. يعني إيه؟ خلاص بقى أنا حققت كل اللي عايزاه، أنا كنت عايزة أقضي على النظام، فتبتدي إيه؟ تبتدي بقى تخف، وبدل ما تبقى هي قوية تبتدي تتناقص القدرة بتاعتها. يعني برضو بمثال تاني عشان بيني وحضراتكم، لما يكون في حريق البدايات بتاعته، ممكن لو أحد العاملين في أحد المصانع رمى عقد سجارة صغير وابتدت الشرارة الأولى من النيران، ما خدتش بالي منها، ابتدت النيران تزحف إلى أماكن مختلفة، ما خدتش بالي منها لغاية بقى ما خلاص انتفاضوا بقى النار بقت في كل مثلا المصنع ككل، وهو النضج
طيب بعد ما النيران هتاكل كل حاجة وتحرق كل حاجة في المقطع، ايه اللي هيحصل؟ هتبتدي على طول النار تبتدي تخفت تخفت، خلاص هي قضت على يعني حققت الهدف بتاعها، هي بتاكل اللي قدامها، فتبتدي ان هي ايه تخفت الى ان تختفي، كما النار تهدى خالص. طيب في لحظة الاختفاء بقى، ده اللي بنقول ايه to be or not to be، يعني يا اما الكيان ده او النظام ده هيكون يقدر ان هو يستكمل ويستعيد فعاليته تاني، زي ما بنقول كده بالعامية او المثال اللي بنقوله الضربة اللي ما بتقفلش بتقوي، ان انت هتقدر ترجع اقوى مما كان، او للأسف هتكون الأزمة فعلا خدت عليك. المراحل اعتقد منطقية جدا، بيتوقف بقى قدرة كل منظمة على إدارتها للأزمة، هي عندها إدارة للأزمة أو ما عندهاش، إن هي تستكمل كل المراحل أو ممكن ما تعديش بأي مرحلة، أو يدوب لأقصى تقدير إن هي ممكن يكون نمو الأزمة. قبل ما أكمل، هل في الجزئية دي في أي تساؤلات؟ لا فعلا. تمام. طيب هنرجع برضو في ضوء ده، احنا بنقول مع المرحلة الأخيرة وهي اختفاء الأزمة، قلنا to be or not to be، يا إما هكمل تاني يا إما مش هقدر وهختفي من الوجود، وده اللي بيخلينا نقول واللي قلناه في البداية، إن الأزمة نعمة ونقمة في آن واحد. نقمة لو هي تمكنت مني وقضت عليا ودمرت الكيان كله واختفى، ايا كان هذا نوع النظام، نظام اجتماعي، نظام اقتصادي، نظام تجاري، نظام انتاجي، بينتج سلعه، بينتج خدمه، على حسب طبيعه نشاط المنظمه، او ان انا هخرج من الازمه دي وانا اقوى، وهقدر ان انا ارجع تاني في السوق في مركزي التنافسي، زي ما احنا كنا بنتكلم على تايلانول واللي حصل، كانت هذه الازمه اللي مر بيها الشركة المسؤولة عن إنتاج هذا العقار، كان ممكن تكون الأزمة اللي تعرضت ليها كفيلة إن هي تنهيها تماما وتختفي من السوق، لكن الحقيقة إن هم قدروا إن هم يستعيدوا مكانتهم تاني ويظلوا موجودين في السوق حتى الآن رغم الأزمة العنيفة اللي هم تعرضوا إليها. اللي بيفرق ما بين منظمة ناجحة ومنظمة مش عايزة أقول فاشلة، لأن المنظمات الفاشلة خلاص ما عادش لها وجود أو مش هتقدر تصمد كثيرا أمام المنافسة اللي موجودة، لكن اللي بيفرق منظمة ناجحة من غيرها فعلا إن هي يبقى عندها منهج إدارة الأزمات. طيب قبل ما هنستعرض برضو ده، عايزة نبتدي حضراتكم في نقاش كده، نحدد طالما الأزمة نعمة ونقمة في آن واحد، ممكن نقدر نوصل لمجموعة من المزايا أو العيوب، يعني نقول لو الأزمة هتمثل نقمة علينا، إيه العيوب اللي ممكن يكون تأثيرها سلبي على المنظمة لو الأزمة تمكنت منها، وفي نفس الوقت لو هنقول إن الأزمة نعمة، إيه هي المزايا اللي تنتج عن مرور منظمة بأزمة ما؟ طبعا احنا مش المحاضره اونلاين، فما عندناش الفرصه ان احنا نكون مجموعات، لان ممكن نفتح المجال للنقاش الحر ما بين المزايا والعيوب. في حد شايف مزايا او عيوب؟ لفت نظري الى 25 يناير، لو كان نحط مطار اجى قبل المغرب وشال حبيب العدلي، وما كانتش قال ثوره 25 يناير، هم كان اهدافهم لغايه المغرب. احنا مش عايزين نخصص في المجال السياسي، احنا قلنا في اجتماعي، في سياسي، في اقتصادي، احنا اساسا المفروض بناخده من وجهه نظر اداريه. بنتكلم اكتر على المنظمات. خلينا نفكر ايه العيوب. ما احنا نظام، انما قبل المغرب كان كل هدفهم من حبيب العدلي. يعني لو هنتكلم عن كورونا مثلا، تمام، نقدر نقول ان دي مثلا
جديد لشركات الكوزماتكس وشركات الخدمات الطبيه بالنسبه لها ميزه من ضمن العيوب عيوب اقتصاديه مثلا نتيجه الكساد او الناس اللي قاعده في البيت ما بتتحركش دي طيب بالنسبه للكورونا الشركات المستحضرات الطبيه بالنسبه شغال ولا صوت شغال ازمه او فيروس كورونا وتاثيره على شركات المستحضرات الطبيه قلنا لو احنا بنحلل البيئه الخارجيه ده كان فرصه بالنسبه لهذه المنظمات استفادت من اللي بيحدث في البيئه الخارجيه لكن انا عايزه اتكلم على داخل المنظمه نعم استاذ احمد انا شايفه حضرتك كاتب الصوت عند حضرتك فيه مشكله بس حضرتك كاتب ان المزايا اللي بتنتج من الازمه انه تجديد افكار خلق روح ابتكار خلق روح التعاون العصف الذهني في ايجاد حلول مبتكره تمام اشكرك استاذ احمد لا انا واصل لحضرتك واصل كلام حضرتك ليا وبقوله للزملاء فما تقلقش خالص ما هي الشركة بتاعتكم نقدر نقول لو أزمة حدثت في الشركة نفسها إيه العيوب؟ أنت وصلتي إن الشركة قفلت لا أنا عايزة قبل ما تقفل كانت العيوب بالنسبة لنا إن نص الكلاينتس بتاعنا أو تقريبا 60% أو 40% منهم مشوا ليه؟ لأن الأماكن بتاعتهم بالفعل قفلت زي مثلا المطاعم أو كده في حين ان هما مثلا ما يقدروش يبدلوا يعني يسيرف دي بشكل تاني لو مثلا يشتغلوا على الدليفري بس لان هتبقى بالنسبه لهم خساره مش مكسب لما يشتغلوا دليفري بس وكمان كانوا هيعرضوا الناس عندهم للخطر فقالوا لا احنا هنقفل خالص بس المميزات بالنسبه لنا كانت ان احنا الناس كل احنا شغلنا كله بيفوكس على السوشيال ميديا خصوصا على فيسبوك وكل الناس دلوقتي بتلجأ للنت وخصوصا فيسبوك عشان بيبقى عليه يعني بيبقى عليه اكتر الناس عموما في مصر فدي كانت نقطه كويسه جدا ان احنا كان ممكن نستخدمها ان الناس اللي مش ظاهره اللي ما عملتش ماركتنج قبل كده لا انت دلوقتي ممكن تعمل ماركتنج وتعمل بشكل مثلا كاتشي او حاجه فهيعلق مع ناس قوي بحيث ان هم سواء برودكت فهيجيبوه من السوبر ماركت او يبقوا عارفين المكان بعد ما يحصل يعني بعد ما تنتهي الازمه دي انت هتكون المكان الاول اللي هيلجأوا ليه لكن ده ما تمش وكان ان المدير اخذ السكه الاسهل ان انا لا انا خلاص انا هقفل وهمشي العمال الناس اللي بتشتغل عندي وهصفي على كده شكرا يا ماي واستاذ احمد برضو بيتواصل معانا بيقول انه بناء يعني في ضوء اللي قلتيه يا ماي انه ده بيفتح اسواق جديده وشرائح جديده انا سعيده جدا انه ده كمان ان انتوا تفكيركم بقى تسويقي اكتر عشان احنا كنا بناخد مع بعض تسويق المره اللي فاتت فسعيده باللي توصلت حضراتكم اليه حد يحب يشارك تاني شكرا دكتور طيب انا هبتدي استعرض مع حضراتكم العيوب ثم يليها المزايا وده في حاجة بقى طبعا ان الأزمة هتكون نقمة واذا كان الفكر الاداري القائم على ادارة المنظمة ما عندوش الوعي الكافي نقول كمان التفكير بتاعه مش متقدم مش متطور هنا بنقول ان من العيوب اللي ممكن تحدث انه ممكن العاملين او الادارة العليا بيحدث لهم حالة من التوتر العصبي الشديد زي ما نفتكر مع بعض لو انا ما عنديش ادارة للازمة فبالتالي الازمة ممكن تتمكن مني طيب احنا قلنا ان هي بتتميز بالمفاجأة العنيفة وقت حدوثها المفاجأة دي ممكن تحدث نوع من اضطراب التفكير وقلنا انه بيختلط السبب والنتيجة على متخذ القرار وبيعجز عن اتخاذ القرار فاللي بيسبب عنه الحالة دي انه بيبقى فيه توتر عصبي شديد خاصة لو كان هتبقى الأضرار السلبية فتبص تلاقي إن كل العاملين في حالة توتر محدش عايز يتعرض إلى أي فكرة معلش
طيب بصوا يا جماعه، لو في حد عنده مشكله في الصوت، المحاضره هتبقى مسجله وهتنزل على القناه التعليميه، فما تقلقوش خالص من اي حاجه صوت. تمام. حاله التوتر العصبي الشديد، انا معلي صوتي على الاخر خالص والله، بتصيب مش بس الاداره العليا، حتى كمان العاملين. ممكن كمان الازمه اللي بتتعرض ليها المنظمه بتسبب تشويه سمعه ومكانه الكيان الاداري المسؤول. يعني انا مش هقدر اقول اسماء، بس ممكن حضراتكم كده تفتكروا معايا بعض الاحداث اللي مرت بينا عشان اقرب الصوره، وهناخد امثله من مختلف الجوانب علشان ما نبقاش مركزين على تخصص او مجال معين. كان احد المنظمات اتهم احد افراد المسؤولين عن هذه المنظمه في قضيه مقتل فنانه شهيره، اعتقد ان الحدث ده كان حضراتكم لو تفتكروا. هذا الشخص كان بينتمي الى شركه الحقيقه كانت متميزه في المجال بتاعها، ليها مشاريع ضخمه، وكان وقتها بتقوم فعلا باحد المشاريع الضخمه، نتيجه انه هذا الشخص اتهم في قضيه القتل وتم القبض عليه وحبسه. ثاني يوم على طول اسهم الشركه دي نزلت في البورصه تماما، وكانت معرضه لازمه ان هي ممكن تختفي من الاسواق، لان الشركات دي لما بيكون عندها مشاريع ضخمه بتعتمد على ان هي ممكن ما يكونش عندها السيوله الماليه اللي تكفي لتغطيه مثل هذه المشاريع، فبيلجأوا الى قروض من البنوك، ممكن بيلجأوا انه يبقى في بعض الاموال. تمام يا استاذ احمد، بعض الاموال من المستفيدين من هذا المشروع بيدفعوا مبالغ ماليه كدفعات مقدمه، تقدر الشركه تقدم على استكمال المشاريع الضخمه. لما حصل ده طبعا كل الناس اللي كانت حاطه فلوسها في المشروع ده قلقت وخافت، وابتدت ان هم يسحبوا الاموال بتاعتهم على طول، وده كان بيهدد الشركه فعلا ان هي تختفي وما تبقاش موجوده. ناخد كمان مثال لشركات توظيف الاموال، لما اتعرضوا لازمه ماليه ترتب عليها تشويه سمعه ومكانه الكيان الاداري المسؤول، فده طبعا من اكبر عيوب الازمه اللي بتعود على المنظمه. عندنا كمان حقيقه جانب سلبي، وهو ان الازمه ممكن تسفر عن تصفيه قيادات ممكن ما تكونش مسؤوله على الاطلاق عن الازمه. يعني نفتكر مع بعض كده اخر ازمه وكنا بنتكلم على الحريق الضخم في محطه القطار، نلاحظ انه لو نتتبع الوضع نبص نلاقي انه كان العامل في المحطه هو المتسبب عن هذه الازمه. اول حاجه بتحصل بص تلاقي المسؤول عن الوزاره نفسها بيقدم استقالته باعتباره هو القيادة العليا في هذه المنظومة، ممكن ما يكونش هو السبب على الإطلاق، بل عامل بسيط هو السبب، فأنا ممكن أكثر قيادات تكون حقيقة عندها الكفاءة نتيجة إن هي بس مجرد إن هي مسؤوليتها عن هذا المكان، لكن هي غير مسؤولة عن الأزمة. وقت ما بتحدث أزمة للمنظمة، لما المنظمة بتفكر إن هي تحقق أهدافها، يعني مثلا لو هيقول في تارجت إن أنا عايز الماركت شير بتاعي يبقى قد كده، إن أنا عايز إن أنا يبقى لي مركز تنافسي بوضع معين، ما بيبقاش في تفكير خلاص، أنا كل تفكيري بقى أكون أو لا أكون، أنا عايز أنجو وعايز المنظمة تبقى مستمرة. فما بفكرش بقى في تحقيق أهدافي هذا الوضع، لكن أنا لازم أركز إن أنا أخرج من الأزمة، فبيبقى ببعد عن الأهداف اللي كنت بسعى إلى تحقيقها، فطبعا ده من عيوب الأزمة. لو الأزمة حدثت يعني من العيوب اللي بتأثر على المنظمة، إنه قد أتعرض لخسائر مادية أو بشرية أو معنوية. وطبعا قلنا انه الخسائر المادية او البشرية ممكن المعنوية تكون افضح منهم هما الاثنين،
فده طبعا لو في خفاء ممكن يأثر على كفاءة وفعالية الكيان الإداري، إن أنا مش هقدر إن أنا أحقق أهدافي باستخدام أمثل للموارد المتاحة لأنه أنا عندي خسائر، فبالتالي ممكن ما يكونش في كفاءة. أنا أريدي خسرت، حصل خسارة للموارد اللي أنا بمتلكها، وكمان مش بقدر إن أنا أحقق أهدافي، وده كان من نقطة صادقة، فبالتالي ما بيبقاش فيه فعالية. هنا كمان بنقول للأسف إنه من عيوب الأزمة إنه قد يتولد عنها أزمات فرعية. يعني إحنا ممكن يكون عندنا الكوارث الطبيعية، ممكن لو هنتكلم إنه مثلا الجراد أكل المحصول الزراعي، فبقى عندنا أزمة في الغذاء، والأزمة في الغذاء ممكن ينتج عنها الناس اللي هم بيسافروا في المحاصيل الزراعية هيتوقف مصدر رزقهم. لو بنتكلم إن في حد ما عندوش وازع ديني، فممكن يلجأ إلى أساليب غير مشروعة عشان يحصل على الرزق، فيبقى عندك ممكن يكون في سرقة أو الآخره. فهنا قد يتولد عن الأزمة الأساسية أزمات فرعية. لو بنتكلم سهام، معلش أنا بشترك بالغلط، فبليز أنت اللي بتعودي تلعبي على الشاشة. من عيوب الأزمة إن الإدارة العليا بينعدم رؤيتها، لأن إحنا لو بنقول إن إحنا ما عندناش إدارة للأزمة، فبالتالي بيبقى الرؤية غير واضحة. أنا مش مدركة الأسباب، مش قادرة أستوعب النتائج المترتبة عن الوضع اللي أنا فيه، فبيحصل خلل، نقدر نقول فقد اتزان، حتى لو كان الوقت مؤقت. وعايزة أقوله إنه عنصر الوقت بيبقى حاسم، فالوقت حتى أقل وقت ممكن لو حصل انعدام للرؤية وفقد الاتزان ده ممكن يكون في حد ذاته ليه تأثير سلبي على المنظمة. لو هنوصل بقى لأبعد ما يكون إن المنظمة ممكن تتعرض لخطر الانهيار، يعني إيه؟ هتقفل، مش هتبقى موجودة تاني، ومش هتقدر ترجع تاني، ويبتدي بقى حالة من الكراهية وتبادل الاتهامات بين العاملين. إنت السبب، لو كنت عملت كذا، لو كنت وابتدي نلقي الاتهامات، ولو هيقدروا إن هم يتغلبوا عن الأزمة دي ويحاولوا يرجعوا تاني، فاتخلق بينهم خلاص جو من الكراهية، هيبقى صعب إن هم يتعاملوا كفريق عمل وتقدر المنظمة دي فعلا تصل إلى النجاح. فللأسف دي من العيوب اللي بتنتج عن تعرض بعض المنظمات أو أي منظمة تتعرض لأزمة. دي أبرز العيوب اللي ممكن تتأثر بيها، وساعتها بنقدر نقول إن الأزمة دي ممكن تكون نقمة على هذه المنظمة. طيب نبص للجانب الإيجابي، إنه قد يتولد عن الأزمة بعض الجوانب الإيجابية فتعد مزايا. يعني أنا لو ما كنتش اتعرضت للأزمة دي، أنا ما كنتش هحصل على هذه المزايا، مش هقدر قيمة هذه المزايا. زي ما حضرتك كده ممكن تقول حضراتكم لو تعرضتوا الموقف هناك، الأزمة دي عرفتني مين أصدقائي المقربين الكويسين، أو عرفت مين اللي هم فعلا ناس ممكن تقف جنبي، يعني على المستوى الاجتماعي، على المستوى الشخصي. إنه أحيانا الأزمة تبص إنه بقى فيه جانب إيجابي، لولا تعرضك للأزمة دي ما كنتش هتقدر تكتشف هذا الجانب. من المزايا، من أهم المزايا كمان، إنه الأزمة ممكن تكشف عن جوانب القصور والضعف في الكيان الإداري. يعني لو بنتكلم إن المنظمة دي تعرضت إلى حريق أو سرقة، فممكن أنا هبتدي أكتشف والله أنا كان عندي خلل في الجانب الأمني، كان في ثغرة قدر اللصوص إن هم يتسللوا من خلالها وإن هم يقدروا يسرقوا المحتويات اللي موجودة، أو إنه ما كانش في الإجراءات اللي هي ممكن إن أنا يعني أقدر إن أنا أحافظ على المنظمة وأحميها من خطر الحريق. فنبتدي نكتشف كده إنه بعض المنظمات بعد ما تتعرض للأسف لحريق، وده كنا بنقوله إنه ما فيش حد بيتحرك غير لما بيحصل أزمة أو بيحصل بعض الجوانب السلبية، فنبتدي نهتم ونعالجها. فده نقدر نقول إنه ده من أهم المزايا اللي ممكن تنتج عن أزمة. بس أنا أستفاد بقى من الدرس اللي أنا باخده، إنه ده كان السبب في حدوث هذه الأزمة، فابتدي إن أنا أحاول إن أنا أتلافى
كل السلبيات اللي هي ممكن تولد لي أزمات مستقبلية. فبالتالي دي من الدروس المستفادة ان انا بتكشف لي عن جوانب القصور والضعف وابتدي اعالجها. كمان زي ما حضرتك قلت يا استاذ احمد انه بتساعد على تطوير وتحسين نظم الانذار المبكر. يعني برضو لو بنتكلم اللي هو الانذار الانذار المبكر للحريق او الانذار ضد السرقه، فبالتالي انا بقدر ان انا احط الاجراءات الاحترازيه اللي تمنع ان انا اصاب بهذه الازمه. ممكن على فكره على المستوى الاداري ان ممكن اطور واحسن العمليه الانتاجيه، او لو انا بقدم خدمه نتيجه الازمه تعرضت ليها العملاء غير راضيين، في نقدر نقول ان هم في شكاوى متعدده منهم، فانا ده ادى الى مثلا تراجع المبيعات، ما قدرتش احقق الارباح بتاعتي، ما قدرتش اخد الحصه السوقيه او اوصل للمركز التنافسي المرغوب. فبقدر ان انا ابتدي اطور العمليه نفسها، عمليه تقديم الخدمه او العمليه الانتاجيه مبكرا عن ما كنت مثلا ممكن هستنى لفتره معينه. لا، الازمه خليتني اسارع بالتصميم. زي ما كنا بنتكلم على الاثار السلبيه وان ممكن يبقى في اتهامات بين العاملين، ممكن من المزايا انه الجانب الايجابي بقى انه بيرفع الروح المعنويه للعاملين. عارفين حضراتكم كده على المستوى الشخصي حضرتك ممكن ما تكتشفش مدى قوتك غير لما تلاقي نفسك ان انت خرجت من الأزمة وقدرت ان انت تبقى اقوى او ان انت تنجو منها. فبتبتدي تقول انا ما كنتش عارف ان انا فيا الجوانب الايجابيه دي، او ما كنتش عارف ان انا هبقى قوي كده. طيب لما تتعرض لمشكله او ازمه في المستقبل انت بيبقى عندك روحك المعنويه، لا انا قدرت اتغلب هبقى اقوى. فده اللي بيحدث لفريق العمل، انه لما بيتغلبوا على بعض الازمات ان هو بيبقى عندهم زي نقول ايه دفعه الروح المعنويه بتبقى ايجابيه، وده بيساعدهم على فكره ان هم في الانتاج والعمل ان هم يبقوا افضل. الروح المعنويه عليها عامل كبير. وللاسف زي ما كنا بنقول لسه استاذ احمد بيقول اعاده تقييم الكفاءات بما يفيد بحسن استغلال الموارد والاشخاص القادرين على المواجهه. هي النقطه دي اللي احنا لسه بنقولها حالا، انه من مزايا الازمه ان هي بقى ايه بتكشف لي عن نماذج قياديه مشرفه. يعني زي ما كنا بنقول في العيوب ان هي ممكن تفسر عن تصفيه قيادات غير مسؤوله عن الازمه على الاطلاق، من المزايا بقى ان هي ممكن تكشف لي عن نماذج قياديه. بمعنى ايه؟ انا قلت نماذج قياديه وليس نماذج اداريه. يعني الاداره لو بتتكلم منصب انت مدير ليك مكانه في الهيكل التنظيمي، لا انا بتكلم هنا بقى القياده، الحس القيادي ممكن يكون في احد الافراد اللي موجودين في الاداره التنفيذيه، وانا ما كنتش مدرك كل القدرات اللي موجوده عنده. لما نشبت الازمه لقيته ابتدى يتحرك ويسارع، كان عنده فكر، كان عنده تطوير، قدر يتعامل مع الازمه، قدر يمنع ان المنظمه يبقى فيها جوانب سلبيه او يبقى ممكن يكون فيه خسائر. طب انا ما كنتش واخد بالي من مثل هذه النماذج اللي كانت موجوده عندي المنظمه، فده بيتيح لي فرصه فيما بعد ان انا ابتدي احط الاشخاص دول في اماكن معينه او ان انا استفيد بالقدرات اللي موجوده عندهم. ممكن اعيد هيكله النظام ككل، اعيد تخصيص الموارد اللي موجوده عندي، والموارد من ضمنها الموارد البشريه، اعيد تخصيصها. يعني ابتدي احط الشخص المناسب في المكان المناسب بضوء القدرات اللي ظهر بيها من خلال أدائه أثناء الأزمة. أستاذ أحمد بيقول الأزمة في أجهزة التنفس الآن والتركيز على إنتاجها ممكن يكون ميزة بعد الأزمة ما تنتهي، وده يبقى في زيادة عدد الأماكن والأجهزة في العناية المركزة والمعروف نقصها. هنا دي ممكن حضرتك هنا المقصود دي الأجهزة، هل إحنا في احتياج دائم لها؟ يعني جهاز التنفس الصناعي تكلفته عالية جدا. طيب المعدل اللي إحنا بنوجه دلوقتي لإنتاج الأجهزة، إحنا دلوقتي ده وضع مؤقت
وليس دائم ان شاء الله، يعني الازمه هتنتهي. ان المشكله بقى في ايه؟ انه الازمه نفسها لو كانت الجهات او اللي هي بنتكلم المؤسسات الصحيه ما عندهاش الاجهزه اللازمه او الادوات اللازمه، يعني اعتقد ان تركيزي اكتر هيبقى على الجاونز والجلوبز والماس اللي هم المفروض ان دي حاجات اساسا، يعني حيث لو رحت تجيب الماس في نوع معين سيرجيكال الماس، يعني ده مخصوص للاطباء. فازاي انا يكون الموارد الاساسيه دي غير متوفره وفي شورتج فيها وممكن ناس من المدنيين بيساهموا احتياجنا اكبر هنا؟ يعني اعتقد انه بيبقى بقى فرصه ان انا ابتدي اعيد جدول الانتاج علشان اقدر افي بالمتطلبات وقت الازمه. من المزايا كمان الحقيقه بناخدها من الازمه ان انا باسرع في عمليات التغيير والتطوير. يعني احنا ما كانش عندنا اهتمام مثلا ببعض التعقيم او الاجراءات اللي هي الصحيه. طيب احنا الاجهزه دي ممكن هي تبقى موجوده، طب ابتدي اغير. عندنا مثلا اكبر مثال ممكن نلاقيه في العمليه التعليميه. يعني احنا دايما كنا على فكره في دراستنا وفي محاضراتنا بنتكلم في الاداره الالكترونيه ونتكلم عن التعليم عن بعد. وكان عندنا واحنا بنتكلم عن الاداره الالكترونيه كنا بنقول ان ممكن يحصل شلل لو احنا سرعنا بتطبيق الاداره الالكترونيه من غير ما يكون الانفراستراكشر او البنيه التحتيه مجهزه، من غير ما يكون العنصر البشري مجهز. يعني العالم كله بيتطور والتعليم عن بعد موجود والتعليم اونلاين موجود وبيمارس في دول متعدده، ويمكن بعض الشباب اللي فعلا كانوا بيدخلوا على بعض المواقع وبيحصلوا على كورسز حاجه للسوفت سكيلز، حاجات ليهم هم بيستفادوا وياخدوها اونلاين. ده ما كانش موجود عندنا في العمليه التعليميه، لكن اكبر مثال احنا دلوقتي شغالين المحاضره بتاعتنا اونلاين. احنا ما كناش هنعمل كده غير بالازمه دي. ابتدى يبقى فيه التحول الالكتروني من المحاضرات اونلاين، كل البلاتفورمز الموجوده بقينا يتم استخدامها. ما كناش يمكن هنستخدمهم دلوقتي، ممكن نقول مستقبلا ان احنا ممكن نستخدم حاجه زي كده، لكن لولا الازمه بتاعه فيروس كورونا كوفيد 19 ما كناش هنقدر ان احنا نسرع بالتحول الالكتروني ونبتدي نحاول نطور من العمليه التعليميه وضروره التغيير اللي احنا اقبلنا عليه بسبب الازمه، مش احنا اللي سرعنا فيه. لكن دي حاجه ايجابيه، فنقدر نقول ان دي من مزايا الازمه. في بعض الاحيان الازمه ممكن تكون سبب ان انا احقق ميزه تنافسيه جديده، ونرجع نفتكر مع بعض لما اتكلمنا المره اللي فاتت على تايلانول، انه الازمه اللي تعرضوا ليها ان هما فعلا كانوا سحبوا كل المنتجات بتاعتهم من الاسواق، كانت خسائر ماليه كبيره جدا، وطبعا السمعه بتاعتهم اتاثرت. وكان عندهم يعني الشركه اللي كانت بتنتج هذا العقار كانت احد الشركات التابعه لجونسون اند جونسون، كان عندهم شركات متعدده وعندهم منتجات عديده كان ممكن يختفوا تماما نتيجه الازمه دي. لكن هما في سبيل حل الازمه والتغلب عليها قدروا يوصلوا الى ابتكار وقتها بالظبط كده يا استاذ احمد. الابتكار اللي وصلوا له ان هم كانت المشكله كلها الناس اللي ماتوا دول نتيجه تناول عقار، وحللوا الدم بتاعهم ولقوا ماده السيانيد اعلى من النسبه المسموح بيها، واكتشفوا انه علشان الباكج او العبوه اللي بيحطوا فيها الدواء سهله الفتح، فكان سهل جدا لحد ممكن يلعب في الفورمولا او التركيبه بتاعتهم بتاعت الدواء. فوصلوا ان هم يعملوا اجراءات في غلق العبوه باحكام، وهم الحقيقه اللي كانوا اول ناس او اول شركه توصلت لده في ضوء الازمه تعرضوا اليها، واجبروا هيئه الغذاء والدواء الامريكي ان هي
تصر او ان هي خلاص بقى قانون على كل الشركات ان لازم العبوات تبقى سيلد او تبقى محكمة الغلق عشان لما توصل للاند يوزر او المستهلك النهائي يبقى متأكد انه مفيش اي ايدي تلاعبت بالمنتج بتاعه قبل ما يوصله. فبالتالي هنا بعد ما كانوا هم على وشك ان هم يخرجوا من السوق تماما رجعوا تاني وقدروا يقفوا وياخدوا مركزهم التنافسي مع الكومبيتيتيف ادفانتج او الميزه التنافسيه ان هم كانوا اول ناس هم اللي كانوا مبادرين بان العبوات بتاعتهم تبقى محكمه الغلط. فيترتب على كده برضو انه ممكن الميزه التنافسيه تبقى بالنسبه لي فرصه ان انا ابدع وابتكر. قلنا الابداع خاص بالافكار، فكرت اوت اوف ذا بوكس خارج الصندوق وابتديت انفذ الفكره بتاعتي وابتدي بقى احدث الاستراتيجي الخطه بتاعتي او احدث الاهداف بتاعتي في ضوء الازمه اللي تعرضت ليها، فده ممكن يخليني في تقدم يعني حاجه ايجابيه. كمان على فكره زي ما قلنا انه لو انا فعلا هستفاد من الازمه وهتبقى ميزه بالنسبه لي انه استوعب الازمه نفسها، هي حصلت ليه وايه الاسباب اللي ادت لحدوثها، طب اللي يخليني اتغلب على هذه الاسباب او اعالجها لو عندي جوانب قصور وابتديت اعالجها. طيب لو حدث وتكرر معايا مثل هذه الازمه في المستقبل ازمات شبيهه او ازمات اخرى، انا كده هوفر الوقت والجهد والمال. ليه؟ لان انا عرفت والله انا مر بيا قبل كده وتعاملت معاها بالشكل ده، فمش هضيع وقت في التفكير، اوريدي انا عارف هعمل ايه، هبقى عارف مين مسؤول عن ايه، هبتدي اخصص الموارد سواء كانت ماديه او بشريه وابتدي اتعامل مع الازمات المستقبليه. الحقيقه دول المزايا والعيوب اللي ممكن ان احنا دول اهم المزايا او العيوب اللي ممكن تنتج عن الازمه. المنظمه الناجحه او المنظمه اللي نقدر نقول ان هي بتتبع منهج اداره الازمات هي اللي ممكن حقيقه هتستفاد بالمزايا وهتفهم الدرس، لكن العيوب لو ما ادركتهاش المنظمه ممكن تقضي عليها. حد كده في اي سؤال من حضراتكم؟ في أي استفسار؟ تمام. الحقيقة عندنا بعد كده أسباب وقوع الأزمات. أيوة. أسباب وقوع الأزمات الحقيقة عديدة ومحتاجة محاضرة مستقلة عشان نقدر ناخدها كلها على بعض، وبيبقى كمان سهولة الرفع لان طول ما الزمن يعني انا باخد جزء من الاول بعد تناقش معاكم، لكن ببتدي اسجل الجزء الخاص بالشرح فقط عشان يبقى فيه سهوله في رفعه وتحميله بالنسبه لحضراتكم وميبقاش فيه اي مشقه. فاعتقد ان انا هكتفي بهذا القدر ويمكن هقفل التسجيل وافتح باب المناقشه لو في اي سؤال من حضراتكم.